السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 دقايق وبس. الأمراض كتير منتشرة، لكن الكورونا أصبح صعب جدا جدا جدا. أغرب شيء يتخيل من كتر ضغط الناس ومن كتر قلة الفلوس، وطبعا في ناس بتقبض النص وفي ناس قعدت في البيت، في مشاكل كتيرة قوي قوي قوي. في ناس خايفة تخرج من بيوتها زي قلب بالحذافير. ما أنا بقى خلاص، إحنا في وضع، إحنا كلنا تعبنا. فنصيحة للجماعة اللي بيشربوا اي مهدئات من انواعهم، الناس الرايقه، الناس اللي الحشيش، هي القضيه. صديق النهارده حصلت، رايح يشتري، المفروض ان هو كل اسبوع كل اسبوعين، الراجل بيكيف، راح الحشيش موجود والناس كلها معظمها بتشربه، بس احنا بنتكلم دلوقتي عن قواضي بدات تحصل. صديقي بيكلمني انت فين، قال لي انا جاي لك من ناحيه جامعه الدول، بس هعمل مشوار واجي لك. انا مش فاهم في ايه يعني، فقلت له طب انا في انتظارك. طبعا ما فيش ربع ساعه تلت ساعه لقيته بيكلمني، الحقني. فبقول له في ايه، لقيته رايح في 60 داهيه خالص. اتاري ان الراجل اللي بيشتري منه الحاجه عامل له كمين، وكمين بقى اللي هو كمين يعني واحد بيعمل كمين لواحد، يعني كان قاعد مرتب له، العربية اتفتشت وفلوسه راحت واتبهدل، وكانت العربية هتروح منه تعور واتبهدل من واحد ما يعرفوش، واحد تاجر. ايه ده؟ ايه ده؟ من واحد تاجر مخدرات؟ ايه ده؟ يعني انتبهوا شوية، يعني كل واحد في عقله وفي راسه. يعني احنا بنقول الكورونا وضعف المناعة وانت رايح تشتري حشيش، يعني حرام. وطبعا ده بقت فريسة للمسجلين، المسجلين الحريفة بقى، الحريفة المسجلين والناس التجار المخدرات. وبعدين يعني ما خلاص كده هتبدأ كده الجريمة تنتشر بطريقة أو بأخرى، فما تكونش أنت الضحية. فيعني أرجو كل واحد، يعني كفاية حشيش، خلاص كفاية كفاية. ضعفتك مناعتك هتضيع في 60 داهية، يعني أنت بتدخن كفاية بتدخن، خلاص كفاية يعني كفاية كفايه. ما بقاش فيه مجهود لان واحد يقعد يتفرج على ده واقع وده واقع وده واقع، وتروح تلحقه وتوديه مستشفى وموال اسود. طب ايه طيب فهمني، انت عايز ايه تاني من نفسك؟ انت بتموت نفسك بطريقتين، يعني اشرب واروح انتحر. يا رب يعني، يا رب يعني تكون الكورونا كافيه لان هي تخلي الناس دي تتقي ربنا شويه. ويا جماعه والله نصيحه لكل الشباب الصغيرين اللي مش فاهمين ان هم ممكن يقعوا في الكمائن دي قريب، الموضوع ده خطير وربنا يسترها عليكم. السلام عليكم.